أزمة الخدمات في بابل تتفاقم يوماً بعد آخر، فأغلب الأحياء فيها وخاصة في مدينة الحلة باتت شوارعها مكبات للنفايات، ناهيك عن برك المياه الآسنة التي غدت معالم للكثير من المناطق. ما يصير هيك يا عمي، ما يصير هيك. هاي انظفها اشيلها، بلديه ماكو، بلديه دا يستلمون رواتب على من دا، وهاي من ينظفها؟ هاي ما حد، يعني الحله خدمات ماكو، لا تبليط لا نظافه. ما يصير هيك يا عمي، لا مي لا كهرباء. شو مقدمين لنا انتم؟ شو مقدمين لنا؟ علاوة على ذلك، باتت النفايات مرتعا للحيوانات الشاردة والحشرات والكثير من الجراثيم المسببة للأمراض وخاصة الجلدية. بالنسبة للنفايات هاي أكيد هاي بكتيريا وفيروسات، وهذه تشوف المستنقعات مال المي، هي وضعية، هاي مو وضعية. غير المسؤولين أصحاب القرار يتخذون إجراء بها سريع، لأن هاي كلها بها أضرار أكيد على هاي، أول شيء على الأطفال لأن ذولا كلهم صغار وما عندهم مناعة ضد هاي الأمراض وهاي الأوبئة. مشهد النفايات والمياه الآسنة ينتشر في مساحات واسعة من الحلة ومناطق أخرى في محافظة بابل، الأمر الذي تقر به السلطات وتبرره في الوقت نفسه بقلة عدد عمال النظافة وقلة التخصيصات المالية. تقريبا نص العدد أو أكثر شوية من النص، هذا العدد قليل، يعني لو كان العدد أكثر كان قدرنا نغطي مساحات أكبر في مدينة الحلة. وضع المحافظة بيئيا وخاصة موضوع النفايات ما يوصل للطموح اللي احنا رايدين، واغلب يعني اعذار البلدية انه قلة التخصيصات المالية، وهذا القى ظلاله على الواقع البيئي بالنسبة انه يعني غير مقبول بمحافظة بابل. مدينة الحلة ومحافظة بابل بشكل عام إحدى ضحايا الإهمال والفساد الحكومي الذي تجدر في العراق النفطي، فغصت شوارع محافظاته بالنفايات.